الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، نافعا لملقيه ومستمعه. حديثنا أيها الكرام في هذا اللقاء عن البر والإحسان في رمضان. وكما لا يخفى عليكم أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى قد أحسن علينا إذ بلغنا شهر رمضان، بل أحسن الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا في هذا الشهر المبارك الكثير من العبادات والقربات نتقرب به جل وعلا فيها، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا وأحسن إلينا بأن جعل لنا هذه الأعمال اليسيرة ورتب عليها الأعمال الكثيرة العظيمة. ومن ذلك الإحسان من الله جل وعلا أيها الكرام أن جعل في هذا الشهر المبارك ليلة هي خير من ألف شهر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر كل ما يعين العبد على طاعته جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى بإحسانه ومنه وكرمه أول يوم في هذا الشهر صفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار، ودعا داعي الخير بيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فكل ذلك إحسان من الله سبحانه وتعالى وإعانة لنا على الاستقامة على طاعته والتزود بالتقوى في هذا الشهر المبارك. وكذلك من الإحسان في هذا الشهر من الله سبحانه وتعالى أن ضيق علينا مجاري الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضيقت هذه المجاري فليس للشيطان سبيل في إغواء بني آدم. فكل هذا أيها الكرام يدعونا إلى أن نحسن العمل، وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا جزاء للإحسان إلا الإحسان. والإحسان أيها الكرام في العمل أولا أن نستشعر النعمة التي نحن فيها، أن بلغنا الله سبحانه وتعالى رمضان ونحن في صحة وأمن وإيمان، ويسر لنا الأمور كلها وشرع لنا هذه الشرائع في هذا الشهر المبارك. والإحسان أيها الكرام في العمل لابد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول هو الإخلاص لله جل وعلا، أي أن يكون العمل نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، نتقرب إلى الله نبتغي بذلك وجه الله جل وعلا. والأمر الثاني هو إحسان العمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا أي ما ذكرت من الأمرين هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، أو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والأحسن أو العمل الذي يكون فيه الإحسان هو ما يكون فيه الإخلاص لله جل وعلا والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يراعي هذين الأمرين. مثال ذلك: أول ما يحسن الإنسان فيه هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من الصلاة
والزكاة وكذلك الصيام وسائر الأعمال التي افترضها الله سبحانه وتعالى، لأنها أحب الأعمال إليه وهو ما افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. ثم يكمل هذه الفرائض من بالنوافل، ومما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من الركوع والسجود، وهو ما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، وصلاة التراويح هي من قيام الليل. ومن الإحسان في هذه الصلاة أن نقومها إيمانا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة. نحتسب الأجر ونحتسب كذلك المشقة والتعب في هذا المقام أو المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونستشعر هذه العبادة وما يترتب عليها من الأجر العظيم. وكذلك من الإحسان أيها الكرام، سيما في صلاة التراويح، أن إذا صلى الإنسان مع إمامه أن يصليها حتى ينصرف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وهذا إحسان من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نقابله بإحسان منا بأن نحسن العمل وأن نجتهد ونحتسب هذا الأجر وهذه الدقائق المعدودة في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة المباركة. وكذلك من الإحسان أيها الكرام في شهر رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن فيه وهو بالجود، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي كان في رمضان، كان أجود الناس. ومن جوده صلى الله عليه وسلم أنه يبذل المال، وكذلك من جوده أنه يبذل العلم في تعليم الناس وفتياهم، وكذلك من جوده صلى الله عليه وسلم أن يجود بجاهه في إعانة من يحتاج إلى إعانة أو ما أشبه ذلك. فكل ذلك أيها الكرام من الإحسان في شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر المبارك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.